روم سبحان الله لا ذكر الجوري هو اللي خلانا انا ما تعرفش شويه تس قبل ما نعطي كلمة السيد رئيس مدير الدورة نرحب بكم بعد في هذا اللقاء هذا التواصلي معكم جو لو كونسيدير كوم تواصلي اون ميم تون سي اون بريزونطاسيون ديال ان بروجي كون كون بريباري انصومبل دوبي ان سارتان تون صافي بريسك واحد 6 mois حنا خدامين فيه واليوم الحمد لله اون كونكريتيزي علاش درنا 6 شهور ديال الخدمة لان ما بغيناش نديرو شي حاجة فيها ارتجالية ما بغيناش on voulait donner un produit fini, bien fait. Mis à part la solo, c'est un projet bien fait. Donc, comme je disais, donc, c'est un projet. Les radins que nous allons créer la salle de masserie. Un projet de créer les montages de show pour les séminaires qui sont faits. غادي نعطي غير الفكرة وغادي ندوز الكلمة للإخوان هما غادي يشرحوا أكثر على مزيان أفيك بوتي بريزونطاسيون كي غادي تخفات دونك فوت الحي بمعنى الدارجي فوت عليك الحي ديالي فوت عليك حومتي فوت عليك الدرب ديالي من هادشي اللي ولا ديال تشامين ولا درو الثانية هي لو فوت الكرة C'est un jeu de mots. En même temps, on va faire un tournoi de football. La base. Et en même temps, foot avec le pays d'Ali. Les gens vont dire que le mané d'Ali, Inch'Allah, le mané d'Ali, les étapes à suivre. Parce que nous avons, Inch'Allah, l'objectif d'Ali, les gens. N'hidou à Tahir, ديال التشرميل وديال الدروغ وديال المساله اللي ولات عندنا في الاحياء ديالنا من طبيعه الحال نو سوم ان بيتي مايون اون طونك ديليغاسيون دو مينيستير دو لا جونيس اي دو سبور في حي الشرق حي الحسن الواصل نو سوم ان بيتي مايون لو دوزيام مايون هما نتوما اللي غتوصلوا الميساج لو تروزيام مايون هما لي زوتوريتي لو كاتريام مايون هما دوك الوليدات اللي غادي يلعبوا لو سانكيام مايون هما دوك الناس اللي غيجيو باش يشرحوا الدراري الصغار والناس اللي غادي يديروا داك التورنوا يجيو يشرحوا لهم لا فونكسيوناليتي دو سبور كيفاش كيوصل السبور كيفاش كيرد السبور كيرد واحد الانسان اللي هو ناشف في حياته فكنا اغلى ان نهضر على راسي انا كبرت في واحد الحي اللي هو سوبر شعبي في الرباط اللي هو العكاري الا درنا دراسه العكاري في 100 كيخرجوا جوج ولا ثلاثه اي غراس او سبور وكنحمد عليها الله هذه القضيه هذه فداك الشيء اللي خدينا حنايا بغينا نوصلوا عاوتاني لهاد الوليدات هذه باش ما نطولش عليكم غنعطي الكلمه للسي حسان بودور اللي هو مدير الدوره ومن بعد غادي ندوزوا لي زيتاب الاخرين تو سكي كونسير لو سبور سي السي حسن المنتصر اي لا بريزونطاسيون فات اتر فيت با سي ياسين Donc, merci beaucoup une autre fois. J'espère que vous allez comprendre. Merci d'être venu. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukran, Sayyid Zahi Abdel Mourid. Akhawati, Ikhwani, Dhuyufuna al-Kiram. قبل ما نطرق في هذه الديباجه هذه اللي كنتمنى انها تكون مختصره جدا اولا لانها بناء على الرغبه الجماعيه بناء على الظروف اللي كانت متاحة وأساسية لإنجاح جميع التجارب الجمعية إذن قبل ما نطرق هذه الديباجة كان نشكر السيدة إلطاف اللي خصصت هذا المقر هذا لهذه الندوة وبجميع الإمكانيات التقنية واللوجستيكية وإلى جانبها الأخ الصحفي والفنان الأخ أمين مرزوق إذن شكرا مرة أخرى للسيد النائب عبد المغيث باهي الذي انطلقنا معه في خلال عدة برامج سواء على المستوى الجهوي ولا على المستوى المحلي ولمسنا فيه واحد البادرة اللي خصيصة مهمة جدا ممكن تكون في أي قائد ولا أي مشرف إداري ألا وهي الاستماع
إذن انطلاقا من لغة الحوار ولغة الاستماع لبعضنا تشجعنا باش نتحملوا جميعا خلال هذا الطاقم المتواضع اللي غادي نشرف نقدم لكم الإخوة ديالو في الإشراف العام السيد النائب أو المدير الإقليمي نيابة عين الشق حي الحسني بن ناصر السيد ناهي عبد المغيث كإشراف عام عبد الربير كمدير البرنامج في خلال الفترة السيد ياسين دلال اللي هو مكلف التواصل والجانب التقني الأستاذ حسن منتصر المسؤول الإقليمي للرياضة والأخ الكريم رضوان عفيري كمسؤول فني على الطلاب. أنا مشيت للتقنية اللي اتفقنا عليه انه هو اللي غيدير الاشراف العام ماشي انا فقدرني وقلت له راه الاشراف العام والمدير الدوره راه هو راه ماشي انا غير التوضيح وسط باش ما على اي شيء شكرا لتواضعك استاذ باهي وهذا ماشي جديد اللي شجعنا كما قلت كبادره هو اننا لاول مره أعتقد في حياتي أنا كقطاع شباب وكمهتم فني كندخل في غمار إدارة وإشراف رياضي. إذن من منطلق أن الرياضة كذلك هي فن. ربما الميزة ديال هذه الدورة وديال الانطلاقة ديال هذا المشروع اللي كنتمناو أنه يأخذ النفس ديالو الطويل بدعمكم بطبيعة الحال سواء كشركاء ولا كفاعلين ولا كمنشطين باش أنه يأخذ في دوراته الأخرى تغطية شاملة لجميع الرياضات وكذلك جميع الرقع اللي في التراب ديال عمارات عين الشمس الحي الحسني وكذلك إقليم النصر. إذا قدمت لكم الإخوة وليس بعيدا أننا نتلقاو الأسئلة سواء مع الطاقم الصحفي اللي بهذه المناسبة كنشكره على تجسم المشاق وكنعتذر مرة أخرى على بالنسبة للتأخير اللي هي كانت إعدادية وتقنية أكثر. وباختصار مر الكلمة للأخ ياسين دلال اللي هو فاعل جمعوي ومن خيرة الشباب اللي كيعملوا في دار الشباب النسي والتطوع معنا وكذلك ما ننساش نشكر الطاقم التقني على رأسهم الشاب يحيى اللي جسم معنا المسؤولية ديال التصميم ديال جميع الرموز البصرية وكذلك الأخ مهدي والأخ زكريا وآخرون جنود القناة. إذن بلا ما نطول عليكم ندوز الكلمة للسيد ياسين دلال اللي هو المسؤول عن التواصل باش يشرح لكم الرؤية والأهداف ديال هذا البرنامج. مشكور. شكرا تنجدد الترحاب بالحضور الكريم وكنشكر المركز خدمة الشباب على الاستضافة وعلى المجهود اللي بذلوه معنا. مسألة أني مشرف على التواصل فهذا البرنامج كتجربة أولى هي مفخرة لي وتشريف كشرف الناس كذلك كنتمنى نكون أني بحجم هذه المسؤولية هذه. بس نعطيكم نبدا على البرنامج بصفة مختصرة غادي تسمحوا لي على أساس أنني نكمل واحد لبريزنطاسيون اللي غادي نقدموها غادي نحاولوا ما أمكن أن نشرحوها حاليا اللي كتلخص بصفة عامة ومركزة الأهداف والرؤية انطلاقا من الشروحات اللي تقدمات لمن طرف السيد نائب السيد مدير الإقليمي أو السيد أستاذ حسن بوضور المدير العام للبرنامج. غادي نتعذرونا أول حاجة أن هاد لا بريزونطاسيون ولا حتى لي دوكيمون دو بريس اللي قدامكم هما بالفرنسية لسبب بسيط جدا ماشي حيت عزيزة علينا الفرنسية غير طبيعة التكوين ديالنا الفرنسي. تكوننا وقرينا الفرنسي داك الشيء علاش درناها فرنسي دونك كنوعدوا ان جميع المرابر الصحفيه اللي كاينه غير خلوا لنا لي زادريس ايميل اليوم بالليل غادي يكون عندهم النسخه العربيه ديال الدوسيي دو بريس. لو بروجي سبورتيف لوكال دقه تصنع بطل او المشروع الرياضي المحلي هي كفكره كانت سميتها فوت الحي. جات الفكره من عند الاستاذ باهي عبد المغيث على اساس انه يكون برنامج رياضي شامل يدب كرة القدم ويتوسع في اتجاه باقي الرياضات زائد أنه ما غتكونش غير كرة القدم وحدة إننا ممكن نعالجو الرياضة من عدة نواحي. الإلهام ديالنا أو يعني لو كيت هو دائما الخطاب الملكي الموجه اللي كان موجه المناظرة الوطنية للرياضة في 2008 اللي كيعاود يقراه اللي كيعاود يرجع يقراه كيلقاه بأنه كيعالج المشاكل اللي كتعيشها الرياضة حاليا.
المشاكل اللي كتعيشها الرياضه حاليا حنا كاملين كنعرفوها سورتو رياضات الاحياء. بقراءه بسيطه للخطاب بحال كانت بحال كيتقرا غير اليوم ولا كيتقرا غير البارح مورا هاد التراكمات كامله اللي كاينه ديال اللي عاشها الرياضه. هذا هو الاساس وكيبقى هو لو فيل كونديكتور. دونك الرؤيه ديال البرنامج الرياضي فوت الحي هي رؤيه شامله. المشروع الرياضي المحلي معنى المشروع الرياضي المحلي هو واحد المشروع حاولنا ما امكن انه يكون شامل على مستوى الرؤيه على مستوى الاهداف وحتى على مستوى الطريقه. النسخه الاولى غادي تكون كره القدم زائد الجانب الفني، لكنه كرؤيه كتصور غادي يعطي واحد الدفعه حتى للنسخات المقبله وحتى على مستوى استراتيجيه ديال التوسع ديالو على مستوى العملات وعلى مستوى باقي المدن. يعني مشروع اللي لا تهزو تحطو دير ليه كوبي كولي في بلاصه اخرى في عماله اخرى ممكن انه يتعاضبط معها ويتعاضبط مع كاع المكونات الرياضيه اللي كاينين فيها. على مستوى الاهداف، الاهداف هي واضحه، هي اننا كنعرفوا كاملين بان مستوى الرياضه ولا قطاع الرياضه فيه بزاف ديال المتداخلين، ماشي فقط غير الشباب والرياضه. هناك وزاره الشباب والرياضه بجميع هياكلها، وعلى المستوى المحلي المديريات الاقليميه، هناك العصب الجهويه للرياضات، هناك الجامعات، الانديه الرياضيه الى اخره. يعني واحد الشان اللي هو كبير بزاف، فيه عدد المتداخلين كبير بزاف، باش غادي كيبقى طبيعه الحال عند الوزاره الشباب والرياضه مساله الاشراف والتسيير العام، الا انه باش غادي توحد هاد الجهود، باش غادي تنسق بين هاد الناس، باش غتحاول تعطي واحد الرؤيه مشتركه خصوصا على المستوى المحلي. هنا فين كتكمن الصعوبه، هنا فين كتكمن التحدي، وهنا فين كاين روح ديال فوت الحي. يعني حتى الاهداف واضحه، هو برنامج عده تدهورات. يعني حاولنا ما امكن ان النسخه الاولى تكون ميتريزي، يعني تكون النسخه الاولى تكون اقتصرنا على كره القدم فقط، غيكونوا استعراضات ديال بعض الرياضات زائد سهره فنيه في الاخير، لكن ماشي هذا هو الحل. لان على مستوى الاهداف ممكن ان في الدورات المقبله لان غتكون فوت الحي نسخه اولى حي حسني، فوت الحي عين الشوق، فوت الحي النواصر، ولما لا ممكن ان نوسعوا على باقي عملات الدار البيضاء. المشكل الكبير اللي كتعاني منه خصوصا منطقه الحي الحسني على مستوى الرياضه هو اننا على مستوى الرياضة عندنا ما يسمى بالهدر الرياضي، يعني هو اللي ناقشناه وكنا حاولنا أننا قلبنا عليه كمفهوم ديجا واش كاين ولا ما كاينش. المهم ما لقيناش مستوى الهدر الرياضي. علاش؟ عندنا شباب كيبداو تيترينيو لا كرة لا في لي سال سبورتيف لا في بزاف ديال 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 الرياضات تيبدا ما تيكملش. علاش؟ كاينين بزاف ديال الحوايج حاليا والخطير في الأمر. شوف مستوى الحي الحسني، الحي الحسني على المستوى الأمني هي نقطة سوداء. الحي الحسني على المستوى الامني هي يعني فيها الظواهر اللي تكلم عليها الاستاذ، كتصميم العنف. الخطير اللي ولينا كنلقاو حاليا هو ان هاد الناس اللي تيمارسوا هاد العنف ولا هاد الشباب اللي كيمشي لهاد التيار كتسولوا ولا كتعرفوا ولا كنتي كتعرفوا كتلقاه ديجا كان تيتريني، ديجا كان في واحد لاصال، كان في واحد الفرقه، ما كملش، تخلق ليه واحد الفراغ، عمرو الباب ما بقاش باش يعمرو، باش عمر ليه داكشي اللي كاين في الدم لدرجه انه انحرف. دونك المناطق المستهدفه من خلال فوت الحي، ممكن ترجع تخليك المناطق المستهدفه في الدوره الاولى، وكنلح على مساله الدوره الاولى لاني غادي نشرح علاش. لساسفا، سيد الخادير، الحي الحسني، يعني فرق ربما فرق من النسيم وحتى الولفه. الاهم عندنا اللي غيكون بالوازات مع الدوره الدوره الدوري ديال كره القدم عفوا، الا وهو غتكون دوره تكوينيه اللي غنحاولوا ما امكن اننا ناثروا. غادي نرجعوا لهذه النقطه هذه. يعني استراتيجيه اولا البلان داكسيون اللي خدمنا عليه في فوت الحي، كما قال المدير الاقليمي تقريبا هذه سيمو حنا كنتلاقاو، ست شهور حنا حاولنا اننا نتلاقاو مع عده قطاعات اخرى اللي متداخله، لقينا واحد الصعوبه في امكانيه تحيين المعلومات ونوجدوا قاعده مشتركه. كانوا بزاف ديال الصعوبات، لكن رغم ذلك ديك الاراده المشتركه اللي كانت عندنا وديك الروح اللي خلقنا قلنا ما امكن اننا غتكون الدوره الاولى بما هو ذاتي في اطار ما هو ممكن اللي ممكن توسيعها من بعد. لاننا يعني كون بقينا في التخطيط كون حاولنا ما امكن اشراك الجميع في الديبار ما غاديش نديمار. وبغينا نعطيو ابيرسو، بغينا نعطيو واحد النبذه، واحد الصوره اللي ممكن عندها رؤيه موسعه من بعد الدورات الجايه او حتى المراحل الجايه ممكن تصرفوا فيها اكبر عدد من المتداخلين في القطاع.
دونك سي سامبل استراتيجي كومونيكاسيون باس دو دوني لان لقينا مشكل تاع مستوى قاعده البيانات. قاعده البيانات الانديه الرياضيه على مستوى القطاعات المتداخله ليس هناك تحييم. يعني المستوى المديري ما كاينش داك اسكون ابيل سانكرونيزاسيون دو باس دو دوني ما بين المديريه الاقليميه الشباب والرياضة، قطاع الرياضة المكلف بالعمالة، زائد أن العصابة الجهوية، النوادي الحمد لله اللي كتكشر يوما عن يوم كنشوفوا أندية جديدة، كنشوفوا ريت مزيان، هادشي مزيان يكون بزاف، ولكن على مستوى قاعدة البيانات باش تكون قاعدة بيانات وحدة، لأن قاعدة البيانات هي اللي غتخول لك أنك دير مشاريع موحدة، تعطيك رؤية موسعة إلى آخره، دونك حاولنا ما أمكن أن تكون نحيوا قاعدة البيانات وهذا من بين الأهداف ديال الدورة الأولى، لأن يعني كما كتشوفوا كاين استمارات ديال المشاركة ماشي ضروري كاع الانديه اللي غادي يعمروا دوك الاستمارات ممكن انهم يشاركوا غادي نرجعوا نشرحوا علاش لكن الاساسي هو ان تكون عندنا واحد قاعده بيانات اللي تعطينا واحد الخريطه واضحه على مستوى المنطقه الانديه اللي كاينه الطاقات اللي عندها فين وصلات فين ما وصلاتش وراه الاساسيده حاضرين معنا عندنا شباب من الحي الحسني اللي تيديروا استحقاقات كبيره في بطوله المغرب بزاف الرياضات ولكن على المستوى المحلي ما تيعرفهمش حتى واحد الاسباب عديده دونك غتكون كونسيطاسيون انفورماسيون غتكون واحد الدوره تكوينيه غادي نرجعوا للبرامج ديالها بروغرام ديال كومبيتيسيون اللي بدينا في الاول انه دوره دوري كره القدم اللي غيكون مرافق ليه الاستعراضات الرياضيه واللي فيه موسيقى دونك غاتجيو بها الرياضه من الجانب الفني كتعرفوا دابا الرياضه على المستوى اللي راه كاع كنتفرجوا في التلفزه ولات مدموجه بزاف بالجانب الفني يعني على قول طلع اكبر يعني الجانب الفني في الرياضه اساسي فيه الاساسي فيه هو ولا هو اللي كياتيري لي جون الهدف من الرياضه شكون سي لي جون سي لي بشي هما الاطفال هما الصغار هما الشباب يعني لما حاولناش ما امكن اننا نتوشيو الشباب داكشي اللي تيبغيو وبقينا غير في التخطيط والتنظير على مستوى البرامج وكذا ما لن يفهمونا هذا الخطاب ما نحاولوش نكونوا ما امكن قراب لهم دونك لو بلون داكسيون باختصار شديد اربعه المراحل الاساسيه فيه ليكيب دو بيلوطاج كيف ما كتشوفوها قدامكم عندنا الإشراف العام للسي المدير الإقليمي زائد المدير المستوى العالي هو الأستاذ حسن بودور منسق ديال التنشيط ومنسق التنشيط والمنسق الفني هو سيرفون عفيري كورديناتور كومبيتيسيون سي حسن منتصر عبدور بي كومينيكاسيون إلى فورماسيون كنتمنى نكون في مستوى ممكن دونك لو بلان داكسيون اللي بدينا به فوت الحي في الدورة الأولى ديالها وكنلح على المسألة الدورة الأولى ديالها بلان دو كورديناسيون اللي كان متداخلين بزاف منهم العملاء منهم اللي حددوا الفكره عجبتهم الفكره ولكن غير على مساله وجهه النظر مساله التخطيط كلشي اقتنع بان فوالا ديروا نتوما الدوره الاولى شوفوا كيفاش غادي تدار الدوره الاولى بالطريقه ديالها ممكن من بعد اننا ندخلوا كشركاء بروغرام دو فورماسيون في كومبيتيسيون غادي نشوفوا من بعد بلان ميديا كونفرنس هو اللي بدينا فيه وكنشكركم بزاف مره اخرى على الحضور ستركتور اوتي دو كومينيكاسيون غنحاولوا ما امكن اننا نتوشيو فيه الشباب والاطفال باش فيسبوك يوتيوب وغادي نشرحوا على المستوى حتى على المستوى الفني يعني الا سمعتوا حتى داك الديسك اللي كان خدام كان سكور دي جي واي 2 كي يعني حتى فوت الحي ككونسيبت خدمناها كاغنيه غتخدم من بعد كفيديوهات غتخدم من بعد كفيديوهات في يوتيوب اللي تبارطاجا غتخدم من بعد كماركتينغ سبورتيف اللي ممكن ان نجبدوا به اكبر عدد ممكن ان نوصلوا به بزاف ديال الميساج لان الرياضه زائد الفن زائد انترنت ممكن دير بها بزاف د الحوايج والامثله عديده نوبوسورس ركي دو دوني فوالا انطلقنا من مساله اننا يجب تجميع المعلومات سورتو على المستوى النسخه الاولى علاش لان المعلومات عديده تبارك الله الانديه كيف ما قلت لكم بزاف لا بد ان نجمعوا اكبر عدد قدر ديال المعلومات اللي تكون عندنا اللي ممكن اننا نطريطيوها وفات الافق وبموازاة مع ذلك هناك مشاريع خاصة بما هو معلوماتي على مستوى المندوبية غادي تجي وقتها دونك عندنا دي فيش دو بارتيسيباسيون ا رومبليغ هما اللي توصلوا بهم اغلب الفرق اللي باقي ما توصلتش بدي فيش راه موجودين عندنا يخلونا غير ليزادريس ميل ديالهم او لا ممكن نعطيو لهم على مستوى دور الشباب لان الهدف من النسخة الأولى كنرجع لبين الأهداف هو تجميع المعلومات اللي لقينا أن معلومات كاينين عندنا في المديرية الإقليمية الشباب والرياضه ولكن هناك معلومات اخرى هناك ناس اخرى تيقول لك علاش خصيتيني هو راه ما عندكش الدوسي ديالو ما عرفتش ديجا واش كاين ولا ما كاينش وكيحس بالاقصاء دونك حنا حاولنا من هذه النسخه الاولى يكون اكبر عدد نجمعوا يعني يكون واحد الاشاعه اللي غنجمعوا من خلال اكبر عدد ديال المعلومات هنا لا ماسيبلي او الفئه المستهدفه كل زون من لي زون اللي قلنا سيد خدير والفحي حسني ليساسفا نسيم حاولنا نفيزيو فيها
أربعة ديال الجمعيات. علاش أربعة ديال الجمعيات ماشي ستة ماشي عشرة؟ سبب بسيط جدا هو أننا في الدراسة على مستوى الإمكانيات المتاحة لا أقل ولا أكثر. دونك أربعة النوادي من كل منطقة لي بارتيسيبون تورنوا مينيموم إي بوسان، يعني حاولنا ما أمكن في الدورة الأولى أننا نستهدفوا هذه الفئات يعني البراعم والكتاكيت ماكسيموم 11 جوار باغ إيكيب. Les participants en formation ou les cadres d'association participent sur le mois maximum 5 places par association. Il y a une dawra tchkouinia, les rachou pour le mois d'ailleurs, le mahalar de l'Hamel Ben, la dawra tchkouinia, les rachou, les chefs de mena, le mouattarin de l'Had India. Les chefs de mena, à l'aqal moumichil ou la moumichilin, à l'nadil moucharik, fil dawri, bachoun, fil mouazaf de l'ansita. Donc, il y a un bel arqam. Il y a un moussa ou kula mentaqa, 4 firaq, à l'kaada d'44 laïb. 20 انكادرون 4 ديال الحكام 72 يعني على المستوى الاجمالي. على المستوى الاجمالي النسخه الاولى اننا كنستهدفوا 280 شخص ما بين اطفال ما بين اطفال اللي يتم تكوينهم في اللي يستافدوا من البرنامج ككل، سواء على المستوى الدوره التكوينيه سواء على المستوى الدولي. لي سونسيبلي او الطريقه اللي ممكن اننا غادي نبداو بها هذا الدوري، يعني غادي يكونوا دوريات ديال البلاي اوف في كل منطقه، اربع فرق في كل منطقه اللي غاديين يلعبوا على اساس نقاط. علاش ما بغيناش نديروا دومي فينال؟ لان كنعرفوا المشاكل اللي كيوقعوا فيها الفينالات في كل منطقه. حنا راه ولاد الحي الحسني، بزاف ديال الفينالات ما كملوش، بزاف ديال الفينالات وقعوا فيهم مشاكل. دونك الهدف هو اننا نلعبوا على نقاط، وكل فرقه غادي تلعب مع الفرق الاخرين ثلاثه، يعني غتلعب ماكسيموم ديال الماتشات لوكالمون، وتخاد فرقه من هنا البلاي اوف دمي فينال والفينال غادي يكون في تيرانات محايده، وغيكون بالموازاه مع ذلك تنشيط في لي دمي فينال والفينال. غادي نعرضوا على ابطال اللي غادي معروفين على المستوى الاعلامي اللي غادي يجيو وغادي يشطوا لنا هاد لي دمي فينال و الفينال. شكرا. دونك باختصار شديد هذا هو لو ديادرام ديال لو تورنوا، يعني كل زون فيها اربعه ديال الفرقين، كل فرقة غادي تلعب ثلاثة ماتشات، فرقة هنا فرقة هنا دومي فينال، فرقة هنا فرقة هنا دومي فينال، إي لو فينال، يعني أو توتال عندنا 27 ماتش. وي شكرا. هذه لابارتي ديال التورنوا، والأستاذ حسن منتصر ممكن أنه يعطي لي ديتاي. فينال في بيرجيكو، شكرا، هذه المعلومة تم تأكيدها. كانت عندي قبل ما بغيتش نقولها لان انا كنتسناو لاكوب دو برانسيب. دونك فينال غادي يكون ان شاء الله في بيرجيكو، غتكون فرصه لهذا الشباب انه يلعبوا في بيرجيكو في هذاك السن المبكر. دونك او نيفو ديال لا فورماسيون، الاهداف ديال لا فورماسيون هما اهداف واضحه. كنعرفوا بان ما تعاني منه الجمعيات الرياضيه، اولا توحيد الوثائق، يعني هاد لا فورماسيون غتكون سيبلي، ما غنجمعوش الناس وغادي نبقاو غير نهضروا. غادي هاد الناس اللي غيستافدوا من هاد الفورماسيون غيكونوا ورشات موضوعاتيه، غادي يجيو باش ياخذوا معلومات، غادي يجيو باش ياخذوا حقائب جمعويه، يعني دي زيكزامبل من كاع الوثائق اللي ممكن ندفعهم. كيفاش غادي نختم هذه الوثائق؟ غنحاولوا ما امكن نوحدوا حتى الوثائق على مستوى هذه الجمعيات، يعني حتى مساله الطلبات او التنسيق او التورنوات، كيفاش انك دير تورنوا الى اخره. نحاولوا ما امكن ان نوحدوا العديد من الوثائق، حتى الطريقه ديال لا فورماسيون ما غاتكونش تيوريك 100%. كما قلت غادي نخدموا على شكل ورشات موضوعاتيه لي باش يكون هذاك التفاعل، يعني باش ما يكونش حتى داك الملل ديال يجي الانسان يبقى يتسنى فورماسيون. غنكون ان شاء الله بطريقه موضوعيه، والاهداف ديال الاهداف راها واضحه ديال 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 لا فورماسيون كيف نشرحش. دونك المواضيع اللي حاولنا اننا نسيبليو في الدوره الاولى من هاد لا فورماسيون، جيستيون ادمنستراتيف فينونسيير دي اسوسياسيون سبورتيف او التسيير المالي. لا فورماسيون غادي تكون بالعربيه 100%. التسيير المالي والاداري للجمعيات الرياضيه، كنعرفوا بان الجمعيات الرياضيه عندها تسيير مالي واداري فيه نوع من الخصوصيه مقارنه مع الجمعيات العاديه اللي كتنشط في الثقافه وفي الفن الى اخره. يعني باش غادي تسير واحد النادي رياضي او واحد الفريق رياضي بطاقه التقنيه ديالو، هناك بعض الحوايج اللي لابد ان النادي انه يحترمهم، يعرفهم بعدا يطبقهم ولا ما يطبقهمش. حنا غنحاولوا ما امكن خلال لا فورماسيون ان نناقشوا صعوبات تطبيق هذه المسائل اللي هي نظريه، اللي ممكن من بعد ان نخرجوا بخلاصات اللي ممكن انها تفيد للناس اللي غيستافدوا من لا فورماسيون، كتعطي رؤيه واضحه على مستوى المندوبيه مناش كيعانيو الجمعيات بالضبط، المشاكل اللي عندهم بالضبط، زائد انهم غادي يستافدوا مجموعه ديال الوثائق.
الدور التربوي في المواطنة للمؤسسات الرياضية. كنعرفوا بأن الحمد لله على مستوى الحي حسني في ظل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بداو كيتبناو منشآت بزاف، عندنا تيرانات بزاف، عندنا قاعات مفتاش. كانت واحد الشجرة كانت واحد البلبلة وسمعوا الناس القيامة كازا باسكيت. بغيت نعرف فين وصل داك الشيء تاع جمكي، هي الرياضة كتنزل تحت مش كتطلع فوق. بغيت نعرف فين وصلت هذيك المسألة. وكان اللي بغيت نقول دابا الحمد لله مع هذا الفوق الحي سبقني فات السؤال، طرح سؤال ديال علاش تقاس بالضبط الحي الحسني وما تقاسش نواصر عن شق. ربما راه كان الجواب مع السيد النقيب. وبغيت نعرف غير انا بالضبط واش كاين متابعه ديال هاد الوليدات اللي غادي يكونوا، واش هاد الوليدات ملي غادي يمشي واش كاين شي متابعه ديالهم ولا عا غادي نديروا هاد البرنامج وبسلامه بسلامه والله يعاون بحال اللي طرا في كازا فوت. وغادي نزيد ان هاد الشيء اللي غيخص يتقص ماشي دوك اللعابه اللي عندهم الرخص الجامعيه او العصابه، خصنا نقبوا نبحثوا على دوك الوليدات اللي هما كيهضروا لنا عليهم الناس في الاحياء بحال مثلا غنطقوا الدنيه تيقول له ولد فلان راه كيلعب مزيان او خاصه ولكن ما كاينش عنده اللي غادي يهتم به. فالسؤال ديالي هنا اللي غادي نطرح وهو كنقول واش كاين المتابعه ديال الوليدات، واش عاد كاين شي مستقبل في هذا البرنامج؟ فعلا هذا البرنامج ناجح وغادي يكون ناجح ان شاء الله الا كانت دفره الجهود. وشكرا. سوتيني على داكشي القديم ما عنديش فكره عليه، عندي فكره على باسكت كازا باسكت فلوسها راه باقي محطوطه في البنكه ولكن شكون اللي غيخدم شغلهم هذاك داكشي في انفو ماشي هنايا. الحاجه الثانيه راه بقيتو كتكثروا عليا بزاف باقي دابا غادي نتعلم وغادي يسخن عليا راسي انا غير واحد الانسان مسخر كتخلصني الدوله وكنحاول ما امكن انني ما نبقاش جالس في البيرو وجاني با حتى الى شفتوا هذه الطريقه باش كنت كنلبس راه قليل اللي شافني فيكم الكرافات. يعني ما عرفتش راه عندي شي راه قلت لك خويا واحد المره كنجبد كوستيمات وكنت دزت فيهم كنت تمشي حتى الاخراني كنلقى شي وكنلبس ما عنديش مع داك التخريج والوجهي داك سي. سولتي لو سويفي نقول لك واحد القضيه سي العكاري ما عنده خلعه حتى واحد. هذا سي ان بروغرام ايديوكاتيف انا جو نو في با فير لو رول ديال الباس لا مو يرحم فهمتيني شنو كنقول لك. كاينين الاخوان ديال الجمعيات كي سون لا كيشوفوا الوليدات ولا بونس با كو الوداد والرجاء ولا راه تابعين راه كيشمشموا في ما بان شي دري راه ما كيدوش شخص ما كيطيروا به. دونك حنا لو بروغرام اللي عندنا سي ان بروغرام ايديوكاتيف اي دو فورماسيون وغادي ان شاء الله الا بقيت هنا راه غنديروا لا دوزيام ايديسيون باش ما الله ولا طوازيام ولا وشحال ما بقيت واللي جا بغا يكمل يكمل اللي ما بغاش يكمل راه درنا اون فابورنا درنا الحلقه الاولى ما كتبش انا مشيت ما دارش الحلقه الثانيه شغلهم هذاك انا تنقول لك غير هنايا غنديروا الحلقه الاولى ولا كتب الله وقت العام الجاي غنديروا الحلقه الثانيه وهي غادي غير انا ما كرهتوش يكون مكسيكي 375 وهي غادي. مساء النور للجنة المنظمة. كانوا عندي شي أسئلة. حافظ بالكميل صحفي سابق في ميديا تي في قناة أبو ظبي اللي بغيت يعني كانت مجموعة من الأسئلة اللي كنت باغي نعرف من ضمنها يعني لي سبونسور كيفية ديال الأخ من الجمعوي دخل في إطار ديال الأطار يعني كتعرفوا نتوما بالنسبة هاد المهرجان او هاد الدوري سورتو اللي كيكون دوري في كره القدم كيهم القاعده ضروري من اطر نتوما كيفاش ولا اشنو هي المعايير اللي غادي تعتمدوا عليها في اطار اختيار اطر اللي يمكن تواكب هاد الدوري واللي يمكن تنجحوا. وسؤال اخر واش عندكم بعض الاتصالات بعض الجهات بحال الجامعه الملكيه لكره القدم ولا بعض المندوبيات الناس اللي عندهم علاقه بكره القدم عندهم في المندوبيه؟ وشكرا. دونك بالنسبه
بالنسبه للاطور ف الميور كومبيتونس اللي عندنا في الحي الحسني هما اللي غادي يشرفوا على هذه العمليه الميور كادر اللي عندنا اون بلوس دو لابور دي اسوسياسيون اللي هما ديجا اللي يشتغلوا في الميدان ومن هنا عندهم تجربه كبار ولا في حتى الاطفال فالاشراف السي حسن هو اللي يمكن يدير باطر الكفاه وكونوا على يقين بانه ملي تنقول الكفاه كنعبر الكلمه ديالو كنعرف شنو كنقول حاجه اخرى بالنسبه للاتصال بالنسبه للجامعه ولا هذاك التخرج الاولوجي ما عندي ما ندير به انا انا داكشي اللي عندي هو اللي غادي ندير حيت كون انت راك صحفي وعندك تجربه في هذا الا بغيتي ما تنجحش هذه العمليه هذه سير توقع البيبان نرجع خصك 95 عام باش تشوفو الكورونا اللي بحال خصك تلبس لك سوايه لا يسلم عليك المقروف ما يحضرش معنا واخا ما عرفش نديرو ليه وزيد وزيد فغادي نرجع لواحد النقطه ديال لافورماسيون لافورماسيون انا جو سوي منين دابا كتجرو ليا ثاني بحال راه جو سوي اون كونتاكت افيك لي ميور فورماتور اللي كاينين في البلاد منهم حسن حمد الله على اساس انه يدير دورات تكوينيه للاخوان لي زابي سي ديال الفوتبول عندي سي عبد الرزاق شليح اللي هو دي تي ان ديال الفتح حتى هو اتصلت به وكان وعدني هادشي هذا مازال سي اوفيسيو سي اون اوفيسيو سي اون فونكسيون ديال الكالوندري ديالهم الا ما دارتش هاد لا بيريود ديال سميتو يمكن دار في نوتر ثلاث ايام ولا اربع ايام كونسونطري راه حسن حمد الله راه موجود هنا عبد الرزاق شليح راه في الرباط ماشي مشكل كاين عندنا سي حسن اللوداري كاين العنباري ديال خميسات كاين كوطور اللي هما اصدقاء ديالي واللي فتحتهم في الموضوع منهم حتى لونترينور دماس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رشيد طوسي اللي هو صديق ديالي فهادو كلهم اتصلت بهم هاتفيا وطرحت عليهم الفكره وحبتوا الفكره وغادي يجيو غراتويتمون بوغ اون فورماسيون سبيسيفيك لي زونترينور ديال لي اسوسياسيون